السلام عليكم إخوة الأخوات، صحاب قناة إلكترو تيك نور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوف معكم إن شاء الله جهاز الميكوميتر. الحلقة اللي دازت شفنا تيليغوميتر اللي كان عبرو بها الريزيستانس ديال الميزالاتير. اليوم غادي نشوفو الميكوميتر اللي كان عبرو به الريزيستانس دي زولمو. يعني هذا الجهاز اللي مهم بزاف، يعني وكنلقاو بزاف ديال يعني لي فورنيسور ديالو. المهم نهضرو على علاش كنهتموا بهاد لا ريزيستانس دي زولمون، كنهتموا بها بزاف في لي انستالاسيون الكتريك، يعني تجنبا للصدمات الكهربائيه بالنسبه للعمال، وزيد عليها الحرائق الله يستر لا قدر الله، وزيد عليها الاعطال ديال لي انستالاسيون الكتريك. دونك خاصنا لي زيكيبمون اون بيان الماتيريال الكتريك يكون عندنا بيان ايزولي في واحد لارموار الكتريك او في واحد لانستالاسيون الكتريك، يعني تكون عندنا واحد البون ايزولمون، ما تكونش عندنا شي ريزيستانس ايزولمون اللي طالعه بزاف. دونك نهضروا على الديفو ديزولمون دون لانستالاسيون الكتريك اكسبليكاسيون اي ميزور، كيفاش نعبروها، و بليس واحد التفسير شيئا ما. دونك لقيت لا لوا دوم هي اللي غادي نقدر نشرح بها هاد لا ريزيستانس دي زولمون. يعني كنا كنعرفوا بان U ايغال R فوا اي، U هي لا طونسيون، R لا ريزيستانس، و اي هي لو كورون. دونك اي ايغال U سور R، يعني الكورون هو لا طونسيون سور لا ريزيستانس. يعني سي الى عندنا واحد لا ريزيستانس لي كبيره بزاف طون فير لانفيني، وعندنا واحد او اللي هي لا طونسيون تيغال 220، دونك هذيك الاي دو فويت ايغال 220 سور لانفيني، اللي هي شحال غادي يكون عندنا الكورون دو فويت، غادي يكون عندنا زيرو. هادشي علاش كنقولوا خاص المقاومه تكون كبيره. نعطيكم واحد المثال الاخوان، دابا عندنا هاد البريز هذا دو كورون بار اكزومبل، غادي نعبر ما بين هادوك الخيوطة مع لا تير، يعني الفازون نوتر مع لا تير، خاصني نلقى هاد الاو ال هادي راه هي ريزيستانس كي طون فير لانفيني. هنا كنعبر بالمليمتر، كنلقاو دي مليمتر اخرين كيتكتب لك ان بوان، دونك بان لا ريزيستانس راها كبيره بزاف. دونك قد ما مشات لا ريزيستانس دي زولمون مشات لانفيني، دونك كتكون عندنا بون انستالاسيون. الى جينا نقلبوا من كيجيو هاد لي ديفو دي زولمون، عندنا لا تمبيراتور اكسيسيف بحال اللي كتشوفوا في هاد الشكل هذا الاخوان، يعني لا تمبيراتور كتادي لينا التلاف ديال لي كابل الكتريك. عندنا المشكل ديال ليميديتي، حتى هو كيادي بينا البريزونس ديال واحد ريزيستانس ديال زولمون اللي كتكون ضعيفه. عندنا لي كونترانت ميكانيك مثلا بحال الشكل ديال الصوره اللي كتشوفوا امامكم، يعني لي كابل الكتريك ديزين في واحد لي كوندوي ومزيرين بزاف، دونك هذا ممكن يعطينا واحد ريزيستانس ديال زولمون اللي ماشي مزيانه. دونك كومون ميزوري هاد لي زولمون، خاصنا او في الاول تكون عندنا اون سيكوريتي. سيكوريتي شنو هي؟ الا كان عندي ديجونكتور كي اليمونتي واحد لانستالاسيون، دونك خاصني ضروري ندير هاد لي ديجونكتور يعني تريب، يعني خاصني نطيحو. والا كان عندي ان سيكسيونور في واحد لانستالاسيون الكتريك، راه بيان سور ما غنحل لو سيكسيونور، تنوقف لي ماشين كاملين ونحيد لا شارج ديالي ونحل السيكسيونور، عاد ندير لا ميزور ديال لي زولمون. بالنسبه لا سيكوريتي لور دو لا ميزور دي زولمون الكتريك، ضروري الاخوان يعني ملي غادي نعبر واحد لي كابل او غادي نعبر واحد الكومبوزون الكتريك لي زولمون ديالو، ضروري من لي غون وضروري من ضادر بور لا بروتيكسيون. علاش؟ لانه كنعرفوا في لانجيكسيون دو كورون هنا الاخوان، راه كنقدروا نمشيو، نحاول نكبر الصوره، راه نقدروا نمشيو حتى 1000 فولت بار اكزومبل. هاد لاباري كتمشي من 250 حتى 1000 فولت، وكاينين دي زاباري كيمشيو حتى
15 000 فولت الإخوان. دونك يلفو فير اتونسيون. بالنسبه لي كابل الكتريك شحال خاص يكون لي زولمون ديال بار اكزامبل غادي نعبر من بين هاد لي كابل هادو وما بين الميزاراتير خاصني نلقى او موا ناخذ بالنسبه لي كابل ايزولي اون بي في سي لا ريزيستانس دي زولمون تيبيك خاصها تكون على الاقل 1 ميغو متر بار كيلو فولت. هاد ال 1 ميغا اون بار كيلو فولت على حساب لا طونسيون اللي غادي يدوز ليا في هاد الكابل. بحال دابا هاد الكابل غادي يدوز فيه 220 فولت، دونك 220 فولت ديفيزي بار ميل هي 0.220، دونك نديرو لا ريغول دو 3 غادي يدخل لينا شحال خاصنا نلقاو من ميغا اوم هنايا. يعني غادي يدوز 1 كيلو فولت هنا خاصني او موان نلقى 1 ميغا اوم لهنايا في العبار. بالنسبه لي كابل ايزولي اون اكس بي اكس ال بي او بوليتيلين ريتيكيلي خاصني نلقى في لا ريزيستانس الاخوان يعني تكون كبيره، خاصني نلقى 5 ميغا اوم بار 5 بار كيلو فولت، 5 ميغا اوم بار كيلو فولت. بالنسبه لي موتور الكتريك كنلقاو لي موتور كورون كونتينيو كنلقاو لي موتور كورون الترناتيف. بالنسبه لي موتور كورون الترناتيف يعني كنعيطو لي مانديكسيون لا ريزيستانس خاصها تكون على الاقل 1 ميغو اوم اونتر لي زور لي زونغولمون و اونتر لي زونغولمون كاركاس. دونك فاش نعبر لهنا خصني نلقى على الاقل 1 ميغا اوم. بالنسبه اونتر لي زونغولمون قلت 1 ميغا اوم، يعني الا عطيت انجيكسيون ديال 1 كيلو فولت في لي تروا زونغولمون خاصني نلقى 1 ميغا اوم. بالنسبه لي موتور ا كورون كونتيني خاصني نلقى ريزيستانس دي زولمون تيبيك تكون 1 ميغا اوم ما بين الكركاس وما بين لي زونغولمون. الا خدينا هذا موتور كورون كونتيني دونك العبار خاصني نلقى على الاقل 1 ميغا اوم ما بين الكركاس وما بين لي زونغولمون ديال الموتور. بالنسبه للترانسفورماتور الكتريك كنلقاو لي ترانسفورماتور ايمرجي في الزيت. هاد لي ترانسفورماتور على الاقل تكون عندي ما بين لي زونغولمون ولا ماس تكون عندي 1 ميغا اوم، يعني بحال هذا الشكل ديال لي ترانسفورماتور. هادو هما لي ترانسفورماتور ايمرجي. بالنسبه لي ترانسفورماتور سيك يعني اللي ما فيهم الزيت خاصها تكون فيهم الاخوان لا ريزيستانس دي زونمون 100 ميغا اوم اونتر لي زونغولمون او الكاركاس. وفي لي زانستالاسيون الكتريك تكون عندي على الاقل 1 ميغا اوم، يعني لي زانستالاسيون الكتريك اندستريال و لي زانستالاسيون الكتريك دوميستيك. دوميستيك هي ديال المنازل. عاوتاني نعبر شي كومبوزونت خاصني تكون عندي على الاقل 1 ميغا اوم. غادي ندير واحد العبار دابا ديال واحد لو موتور. دونك غادي نعبر الكونتينيتي ديالو هو الاول، يعني ندير الملتي الميغومتر راه كيكونوا فيهم ملتي متر وكتكون فيه ميغومتر، يعني اللي غادي يعبر لك لي ميغومتر. دونك نعبر لي زونغولمون ديال الموتور بحال هاد الموتور تريفازي. دونك لونغولمون الاولى لقيت 14.47 اوم. دونك غادي نشوف لونغولمون الثانية. لونغولمون الثانية تقريبا حتى هي غادي تكون 14.30 و لونغولمون الثالثة غادي تكون تقريبا حتى هي نفس الشيء 14.30 38. دونك الموتور مزيان. دابا غادي ندوز نعبر خاصني ندور هاد لامانيت هادي دور هنايا في 500 فولت ونتكي على هاد البوطونه الصفراء ونعبر ما بين لي زونغولمون هاد الثلاثه هاد اللي هنا. دونك الاولى عطاتني 0.12 ميغا اوم وما بين الاولى والثالثه وما بين الاولى والثالثه عطاتني 0.12 ميغا اوم
وما بين الثانية والثالثة أعطتني 0.12 ميجا أوم. دابا غادي ندوز العبار ديال لي زونغولمون مع الكاركاس ديال الموتور. دونك غادي نخلي المانيت في 500 فولت وغادي نعبر لونغولمون الاولى مع الكاركاس اللي عطاتني 0.10 ميجا اوم 10 11 ميجا اوم. لونغولمون الثانية نفس الشيء تقريبا عطاتني 0.11 12 ميجا اوم ولونغولمون الثالثة عطاتني نفس الشيء تقريبا 0.12 ميجا اوم. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا الاخوان، تبارك الله عليكم، ما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.